بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي في المحاضرة الثالثة من مادة الفيزياء الإحصائية. في المحاضرة السابقة كان توقفنا عند سؤال محدد، واللي هو طرحناه باعتبار أنه يعني كيف نحن نقدر نتخلص من الجدولة بتاعة النتائج المتوقعة، وكانت الإجابة بنعم، إن نحن نستطيع أن نتجاوز جدولة النتائج المتوقعة على أساس إنه نأخذ صيغ رياضية ونتعامل معها، وذلك عن طريق استخدام قوانين التباديل. وقلنا انه قوانين التباديل هي التبديلات او الترتيبات الممكنة والتي من الممكن الخروج بها لمجموعة من الاشياء مع اهمال التكرار. وذكرنا انه احنا قلنا ممكن نتعامل مع 3 قوانين في التباديل او 3 قواعد، وضربنا عليها أمثلة في هذا الخصوص. في الأخير وصلنا لنتائج محددة، وامتدادا لهذه المحاضرة هنتناول بعض الأمثلة في البداية على أساس إنه نشوف نحن كيف نقدر نتعامل مع قوانين التباديل بصورة أكبر. ففي المثال اللي قدامنا دي، نحن لو كنا دارين نحسب قيمة الأوميجا بيرسنتج أو الأوميجا كي للقيم 4 و8 و1000، في حالة هذه القيم لو دارين نحسب القيمة بتاعت الأوميجا أو الأوميجا كي، أن احنا قلنا بنستخدم القوانين بتاعة التباديل، وده الصيغة العامة لقانون التباديل والتبديلات الممكنة إجراءها. فباعتبار إنه N اللي هي العدد الكلي، و N مضروب N ومضروب N على 2 في مضروب N على 2. ففي حالة القيمة الأولى 4، لو نحن دارين نشوف عدد التبديلات الممكنة بالنسبة لها، فبالتالي بدل N هتكون عندي القيمة 4. أما في المقام هيكون عندي N على 2، N اللي هي بـ4، 4 على 2 اللي هيكون عندي مضروب 2، وهنا برضو مضروب 2، يبقى معناها هيكون عندي مضروب 4 على مضروب 2 في مضروب 2. مضروب 4 أنا عارفه هو 4 في 3 في 2 في 1. 4 في 3 ب12 في 2 ب24 في 1 اللي هتبقى عندي في البسط المقدار بتاعي 24. أما في المقام هيكون هنا عندي مضروب 2 في مضروب 2، مضروب 2 اللي هو باعتباره 2 في 1 اللي هي ب2، وكذلك القيمة الثانية هي برضو 2 في 1 ب2، يبقى 2 في 2 الناتج هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن 4، يبقى معناها 24 على 4، معناها الناتج من القيمة بتاعتي بتاعت 4 هو أو الأوميجا بتاعتي اللي هي 6. فزي ما نحن شفنا قبل كده في الجدولة، ورجعنا للجدول السابق، بنلقى انه والله يا اخي لما تعاملنا مع 4 عملات وكان الحدث N1 ب2 والحدث N2 ب2، اي احتمالية حدوث الحدث صورة الى اعلى كان 2، واحتمالية حدوث الحدث كتابة الى اعلى كان 2،
كان الناتج عبارة عن 6. ممكن ترجعوا للجدول وتراجعوا هذه القيمة. في حالة 8 بنفس العملية نحن حنلجأ ليه؟ انه حيكون هنا بدل 8 بدل عندي حيكون عندي 8، معناه هنا حيكون فوق عندي في البسط حيكون عندي مضروب 8 على مضروب 4 في مضروب 4. في حالة الألف بنفس الطريقة حيكون عندي مضروب 1000 على مضروب 500 في مضروب 500. فبالتالي نحن لو استخدمنا الآلة الحاسبة على أساس أنه نتحصل على 8 القيمة بتاعت الأوميجا في حالة 8 وفي حالة 1000، هنلقاها بنفس الطريقة، أنه في حالة 8 هنلقى الناتج عبارة عن 70، وفي حالة 1000 هنلقى الناتج عبارة عن 10 أس 300. فبالتالي الجدول ده اللي هو بدينا شنو؟ بدينا النتائج المتوقعة. لما كانت n بأربعة كان ال n واحد اللي هي تساوي لي ال n على 2، وكذلك اللي هي تساوي لي ال n 2. فبالتالي بقت شنو؟ بقت 2 في حالة 8 اللي هي بقت 4، وفي حالة 1000 اللي هي بقت 500. فلو طبقنا مباشرة في القانون السابق اللي هو مضروب n على مضروب n على 2 في مضروب n على 2، هيبقى بنفس العملية دي، مضروب 4 على مضروب 2 في مضروب 2، مضروب 8 على مضروب 4 في مضروب 4، ومضروب 1000 على مضروب 500 في مضروب 500. فالناتج في الحالة الأولى 6، في الحالة الثانية 70، في الحالة الثالثة اللي هو 10 أس 300. وهنا إذا كان ضربنا مثال آخر، مثلا إذا كان عندي 10 طلاب، هؤلاء العشرة طلاب دايرين نوزعهم على كمثال، مثلا هم في المستوى الأول دايرين نوزعهم على ياخدوا انه مادة إضافية، مثلا كمثال مثلا الفيزياء العامة، وعلى أساس انهم يدرسوا الفيزياء العامة دي معناها لابد انه مثلا ينضوا تحت واحد من 4 شعب، هي دي المفتوحة على أساس انه يتناولوا في هذا المقرر. فكان مثلا الشعب الأولى بتاخد مثلا 2 طلاب، والشعب الثانية بتاخد مثلا 3 طلاب، والشعبة الثالثة مثلا بتاخد 4 طلاب، والشعبة الرابعة بتاخد 1 طالب. ففي هذه الحالة نحن كيف نقدر نوزع 10 طلاب على هذه 4 شعب؟ فكتطبيق مباشر للقانون السابق، فأنا عارف انه انا عندي العدد الكلي بالنسبة لي n اللي هو حيكون عندي اللي هو عدد الطلاب الكلي اللي هو 10. بعد ذاك هنا n واحد، هنا n اثنين، n ثلاثة، n اربعة، وانت ماشي فعلى حسب عدد الشعب. فبالتالي بدل n الاولى دي حيكون عندي عدد الطلاب المفروض ينضوا تحت لواء الشعب الاولى واللي هم 2 طالب، وبدل n دي حيكون عندي عدد الطلاب المفروض ينضوا تحت الشعبة الثانية، وكذلك عدد الطلاب المفروض ينضوا تحت الشعبة الثالثة والشعبة الرابعة. فبالتالي حيكون الناتج بتاعي هو مضروب n على مضروب n واحد في مضروب n اثنين في مضروب n ثلاثة في مضروب n اربعة، واللي هو حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي مضروب 10 على، لأنه 10 اللي هي العدد الكلي بالنسبة للطلاب، على مضروب 2 في مضروب 3 في مضروب 4 في مضروب 1. بنلقى انه الناتج اللي هو 12600 حالة لتبديل هؤلاء الطلاب او لتوزيعهم على 4 شعب زي ما ذكرنا. فبيبقى السؤال هنا انه لما تكون القيم دي كبيرة، ونحن بنتعامل مع قيم كبيرة، لأنه حنتعامل مع أنظمة معقدة لقدام، فكيف نحن نقدر نتعامل مع أو كيف نحسب القيمة بتاعت
لما تكون 1000 أو أكتر من 1000 أو أقل من 1000 بقليل. لو لاحظنا أنه في حالة الأربعة وفي حالة الثمانية كانت الإجراء الحسابي بسيط ما فيه تعقيد، لكن لما تكون القيم كبيرة فبنلقى أنه والله يا أخي الناتج عبارة عن رقم كبير، فكيف أنه أنا أقدر أتعامل مع رقم كبير بالطريقة دي؟ ممكن تحصل لي بعض الأخطاء في الآلة الحاسبة، فبالتالي أنا بحاول أنه أتجنب هذه الأخطاء. ولتجنب هذه الأخطاء عندنا ما يسمى في حساب القيم الكبيرة ما يسمى بتقريب ستيرلينج. وتقريب ستيرلينج هو عبارة عن شنو؟ نحن الآن قلنا والله يا أخي بنتعامل مع أجسام غير مميزة في الفيزياء الإحصائية، نجد إنه فقلنا احنا لم نستخدم تقريب ستيرلينج لانه احنا قلنا في الفيزياء الاحصائيه بنتعامل مع قيم بالصيغه بتاعت لين مضروب ان، و ان هنا باعتباره هي عدد صحيح موجب، وتعرف رياضيا بالصيغه مضروب ان. ومضروب ان زي احنا ما قلنا هو عباره عن شنو؟ عباره عن ان في بلا بلا إلى 1، و باستخدام المعادلة السابقة والتعريف بتاعنا بتاع إنه والله يا أخي إذا كان عندي n زائد 1 مضروب n زائد 1 مضروب n زائد 1 ده ماذا يساوي؟ بيساوي هذه القيمة مضروب n في n زائد 1. وباستخدام الصيغة دي فبنجد انه والله يا اخي مضروب الواحد ده بيساوي ليه مضروب الصفر واللي هو بيساوي ليه القيمة 1. فمن المعادلة الاولى حنجد انه والله يا اخي لو اخذنا اللوغاريتم للطرفين حنلقى انه والله لين مضروب ان ده ماذا يساوي؟ بيساوي لي المجموع او الصميشن بتاع لين ان لين كي باعتبار انه كي من الواحد الى ان، من واحد الى ان. وزي ما قلنا نحن بنستخدم تقريب ستيرلينج ليه؟ لانه في حالة القيم الكبيرة للعدد ان نستطيع كنوع من التقريب انه نحن نقير المجموع الى تكامل، فبالتالي حنستطيع انه نحصل على هذه الصيغة بالنسبة للتكامل. فلو رجعنا للمعادلة الاولى اللي هي لين مضروب ان اللي هي بيساوي لها الصميشن بتاع لين كي من كي تساوي واحد الى ان، هنلقى انه والله يا اخي لو غيرنا المجموع ده الى تكامل هيكون القيمة او الحدود بتاعتي بتاعت التكامل من واحد الى ان، واللي هتبقى بالصيغة العامة بتاعت لين اكس دي اكس، واللي هتساوي لي ماذا تساوي التكامل ده؟ اللي هيساوي لي اذا حكينا التكامل الجوة ده اللي هيساوي لي اكس لين اكس ناقص اكس، واللي هي الحدود بتاعتي بتاعت التكامل من واحد الى ان. فبالتالي بصورة عامة اللي هي حساب لي شنو؟ انه ان لين ان ناقص ان. والمعادلة الاخيرة دي اللي هي نحن ما نعرفها او نعرفها به هي الصيغة بتاعت ستيرلينج، وزي ما قلنا نحن نستخدمه في حالة القيم الكبيرة، واللي هي ضربنا لها مثال الفايت اللي هو بالألف، واللي هي عامة تستخدم للصيغ بتاعت ان اللي لما تكون أكبر من 30. طيب، وبما إننا نحن نتعامل مع أعداد كبيرة زي ما قلنا لقدام في الفيزياء الإحصائية وضربنا لها مثال قبل كده في المحاضرة الأولى باعتبار إنها هي أعداد في حدود رقم أفوكادرو، فالتقريب بتاع ستيرلينج
يصبح متحقق وبالإمكان أيضا كتابته على الصورة بتاعت إنه مضروب N اللي هو تقريبا يساوي لي N أس N في E أس ماينس N. في برضو صيغ تاني كتيرة بالنسبة للتقريب بتاع ستيرلينج، لكن نحن في المرحلة دي من الدراسة يكفينا هذه الصيغة اللي هي بتاعت N لين N ماينس N. ففي المثال السابق نحن قلنا والله دارين نتحصل على كيف انه والله القيمة بتاعت مضروب 1000 على مضروب 500 في مضروب 500 كيف هي اصبحت تساوي 10 أس 300. فعلى اساس انه نحن نرجع للمثال السابق ونحله بواسطة تقريب ستيرلينج، فما علي الا انه انا اطبق الصيغة بتاعت ستيرلينج في المثال السابق. والكلام ده بيجري كيف؟ انه اول خطوة انه انا اخد اللوغاريزم للطرفين، اخد لوغاريزم الطرفين، فبالتالي حيكون عندي انا داير احسب مين؟ انا داير احسب الاوميجا كي او الاوميجا بيرسنتج، فبالتالي حيكون اللين بتاع ده اللي واحد يساوي لي لين مضروب 1000 ناقص لين مضروب 500. ليه 2 لين مضروب 500؟ لانه انا هناك قلت انه والله يا اخي الاوميجا بيرسنتج دي اللي بيساوي لي شنو؟ مضروب 1000 على مضروب 500 في مضروب 500. فبالتالي لما اخذ اللوغاريتم للطرفين الاشارة بتاعت القسمة هتتحول الى سالب. فبالتالي لانه انا عندي مضروب 500 في مضروب 500، فبالتالي خطيت شنو؟ خطيت الاثنين دي هنا. ف لما نجي نستخدم الصيغة العامة بتاعت ستيرلينج اللي هي كانت دي، فهيحصل شنو؟ هألقى انه والله يا اخي بدل كان عندي هنا، كان عندي شنو؟ كان عندي لين مضروب 1000، فلما اجي اخطه في الصيغة العامة حيكون انا الصيغة العامة بتاعتي هي شنو؟ N لين N ناقص N. فبالتالي حتبقى ال N اللي هي بألف معناها حيكون عندي 1000 في لين N اللي هي بألف ناقص N اللي هي بألف. يبقى دي خطيت لين الألف اللي هي في صيغة ستيرلينج. كذلك الطرف الثاني او الحد الثاني من المعادلة هاخدته برضو في صيغة بتاعت ستيرلينج اللي هي 2 باعتباره خارج القوس، وحيكون بدل لين مضروب 500 حيكون عندي شنو؟ ان هنا حتبقى باعتباره شنو؟ باعتباره 500 في لين ان اللي هي 500 ناقص ان اللي هي 500. وبالتالي هتحصل على شنو؟ هتحصل على الصيغة دي اللي هي 1000 لين 1000 على 500، والقيمة بتاعت المقدار ده هي عبارة عن 693. لكن دي القيمة بتاعت مين؟ القيمة بتاعت لين أوميجا كي. لكن أنا ما داير لين أوميجا كي، أنا داير أوميجا كي نفسها. فبالتالي أنا عارف إنه اللوغاريتم ده هو للأساس 10، فبالتالي لما أرجع الصيغة العامة بتاعت ستيرلينج هلقى انه والله يا اخي القيمة بتاعتي هتبقى لما ادخل الاي هتبقى هي قيمة اللين بتاع الاي للاساس 10 اللي هي كم؟ 4 أو 43، 43 من 10000 مضروبة في القيمة بتاعتي اللي هي 693، هي دي بالتقريب اللي هي حساوي لي شنو؟ حساوي لي 300. فبالتالي لين الأوميجا كي أو الأوميجا بيرسنتج للأساس 10 مع 300 للأساس 10 يبقى معناها الأوميجا بيرسنتج اللي حساب لي 10 أس 300. فيعني احنا استخدمنا التقريب بتاع ستيرلينج على أساس إنه نتعامل مع الأرقام الكبيرة، نتعامل مع الأرقام الكبيرة. فمطلوب منكم إنكم أنتم تستخدموا
الصيغة بتاعت ستيرلينج، على أساس إنه في حالة تحل التمرين ده، في حالة إلقاء 1000 عملة مميزة وحصلنا على النتيجة 400 صورة لأعلى و600 كتابة إلى أعلى، ده نسبة إنه احتمالية بتاعتنا اللي هي الأوميجا كي أو الأوميجا بيرسنتج هي تساوي المقدار 10^291، 10^291 تغريب ستيرلينج، على أساس إنه تتحصل على هذه القيمة. طيب في المثال الفات نحن ممكن يعني بتاع 10^300 باستخدام تغريب ستيرلينج انه نستطيع انه نرسم شكل لعدد 1000 من العملات، ونجد انه القيمة المطابقة لحدوث عدد الوجوه الاكثر احتمالا تزداد، وهذه القيمة بتصبح شبيهة لما يسمى بدالة دلتا، دلتا لديراك. فإذا كان جينا ورسمنا هذه العلاقة بنلقاها بهذه الطريقة، إنه أنا لو رسمت الـ N واحد بتاعتي وهنا رسمت المقادير أو القيم بتاعت الـ N واحد، فهلقى إنه والله يا أخي دي شكل الدالة بتاعتي وهذه الدالة بتاعتي اللي هي شبيهة تماما بمسمى بدالة دلتا لديراك. وإذا كان جينا قارنا عدد القطع المعدنية ده لما يزيد عن 4 عملات كمثال إلى 1000 من العملات، فبنلقى إنه الكلام ده بينطبق تماما على هذه الدالة أو على هذا الشكل الموجود أمامنا. من الأمثلة الفاتت دي نستطيع أن نستخلص بعض النتائج المهمة. 200 لما أنا أرسم الأوميجا كي كدالة في عدد الصور الناتية، هنا دي القيمة بتاعت الأوميجا كي وهنا دي القيمة بتاعت شنو بتاعت الـ N1 أو عدد الصور الممكنة باعتبار أنه N1 هنا ده باعتبار عدد الصور أو الحدث الصورة اللي أستطيع أن أحصل عليه، وهنا دي القيمة بتاعتي بتاعت الأوميجا كي أو الأوميجا. فنستطيع أنه نتحصل على بعض الملاحظات، هذه الملاحظات بتتمثل في واحد أنه القيمة بتاعت الأوميجا بتاخد قيمة أعظمية 200 لما تكون الـ N1 تساوي لي N على 2، يعني القيمة دي تساوي لي شنو قيمة الـ N1 تساوي لي N على 2. ففي المثال الفات ان احنا اخذنا لعدد 1000 من العملات، فبالتالي القيمة بتاعت الأوميجا اخذت قيمة أعظمية 200 لما كانت الـ N1 دي هي تساوي لي المقدار N على 2، وإن على 2 اللي هي 1000 على 2 اللي هي 500، فبجد إنه أنا والله في حالة 500 كانت القيمة بتاعت الأوميجا كي أو الأوميجا هي قيمة أعظمية أو أقصى ما يمكن. وكذلك نستطيع إنه نستنتج إنه مع زيادة العدد N إنه الأوميجا كي بتاخد أرقام فلكية اللي هي 10 كمثال 10^300، ف10^300 رقم ضخم جدا. فبالتالي لما كانت القيمة بتاعت ال N بتاعتي كانت قيمة كبيرة، كان الناتج شنو أرقام فلكية أو أرقام ضخمة. وكذلك نستطيع أنه نستنتج أنه بداية المنحنى ونهاية المنحنى دائما بتاخد الأوميجا بتاخد الرقم 1، فبداية المنحنى هي ما متطابقة مع الصفر تماما وإنما هي فوق الصفر شوية، ونهاية المنحنى هي برضو ما متطابقة مع الصفر وإنما فوق الصفر شوية، فبالتالي هي بتاخد القيمة شنو الأوميجا بتاخد لي القيمة 1. كذلك
منتوج رابع انه عدد العملات ذات الصور العليا تتساوى مع عدد العملات ذات الكتابة العليا، اي كما استنتجنا في المحاضرة الاولى انه والله يا اخي العدد معلوم او النسبة بتاعة الحصول على الحدث صورة او الحدث كتابة، الاثنين معلوم متساويات، وهو بيساوي لي شنو 50% لكل 50% لكل حالة، سواء كانت هذه الحالة صورة أو كتابة. كذلك من المنحنى إنه نجد إنه القيمة بتاعت المنطقة النظامية دي، المنطقة النظامية يمين ويسار المنحنى، هذه بتقل الاحتمالية بتاعت تواجدها مع زيادة بتاعت مين؟ بتاعت القيمة بتاعت ال n. كل ما تزيد القيمة بتاعت ال n كل ما المنطقة النظامية دي مالها بتقل احتمالية تواجدها. وكيف انا احسب المنطقة النظامية دي؟ فالمنطقة النظامية دي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن القيمة المطلقة للأوميجا ناقص الأوميجا بيرسنتج أو الأوميجا كي، الأوميجا ناقص الأوميجا كي. فالقيمة المطلقة لهذا المقدار هي بلقاها أكبر بكثير من الصفر، فده دلالة على أساس إنه والله يا أخي المنطقة النظامية دي تواجده بيقل مع زيادة عدد العملات n. طيب، فبرضو من النتائج السابقة دي، الخمسة ملاحظات اللي ذكرناها دي، نجد انه المنحنى مع الزيادة الكبيرة لعدد n نستطيع انه نستنتج انه المجموع الكلي للحالات المجهرية، المجموع الكلي، طيب قلنا انه مع من النتائج السابقة ومن المنحنى بتاعنا دي نستطيع انه نستنتج انه مع الزيادة الكبيرة للعدد n المجموع الكلي للحالات المجهرية بتاعت النظام اللي هي زي ما ذكرناها في المحاضرة الأولى اللي هي عبارة عن كابيتال أوميجا، واللي هي حتساوي زي ما ذكرنا في المحاضرة الأولى حتساوي لي السميشن بتاع الأوميجا كي أو تقريبا اللي هي تساوي الأوميجا بيرسنتج. ف برضو من المنحنى ده بيدينا طريقة بسيطة لحساب الأوميجا كي. فالسؤال كيف نحن نستطيع انه نحسب الأوميجا كي من المنحنى؟ نحن عارفين انه في الرياضيات العادية او في الهندسة التحليلية انه الميل عند القمة بتاعت المنحنى، الميل عند القيمة بتاعت المنحنى حيساوي لي شنو؟ حيساوي لي صفر. فبالتالي على أساس إنه احنا نحسب القيمة بتاعت n واحد نحسب تفاضل الدالة بالنسبة ل n واحد، نحسب تفاضل الدالة بالنسبة ل n واحد ونضع النتيجة باعتبار إنها مساوية للصفر. فبالطريقة دي نستطيع إنه نحسب القيمة بتاعت n واحد لما الأوميجا تساوي ايه؟ تساوي الأوميجا بيرسنتج أو الأوميجا كي. وبالتالي نستطيع نحسب برضو شنو n2، والنتيجة بالطريقة دي تعطينا احتمالية للحالة العينية المحددة، تعطينا النتيجة لما نحسبها من المنحنى بهذه الطريقة بواسطة الميل اللي هو بواسطة التفاضل بتاعة الدالة، فده بيدينا احتمالية للحالة العينية، بيدينا احتمالية للحالة العينية. فزي ما قلنا احنا المنحنى ده هو عبارة عن
دالة، هذه الدالة اللي هي سميناها بدالة ديراك. ودالة ديراك هي ما بالمعنى الرياضي بتاع دالة، والمعنى المتعارف عليه رياضيا لمعنى دالة، وإنما هي عبارة عن توزيع أو دالة نبضية impulse function. والدالة دي بتستخدم للدوال المتصلة، يعني الدالة بتاع الديراك تستخدم للدوال المتصلة، زي ما حنجي نعرف في التفاصيل بتاعتنا اللي قدام، الدوال المتقطعة والدوال المتصلة. فدالة الديراك هي عبارة عن تعبير للدوال المتصلة، وبيتعرف على أساس إنها هي رياضيا بهذه العلاقة، وده شكلها اللي هي هنا عندي الدلتا بتاعت الإكس ماينس إيه، وهنا عندي الإكس على المحور السيني، والقيم بتاعتي من إن إلى إكس، واللي هي مرورا بالإيه. هذه الدالة اللي هي قلنا عندها خواص محددة، هذه الخواص المحددة لما نتعامل في بعد واحد، لما نتعامل في بعد واحد زي ما نحن قلنا قبيل، انه والله يا اخي نحن ممكن نحول المجموع الى تكامل، فبالتالي الدالة دي حيكون عندها خواص محددة لما نتعامل في بعد واحد، هتكون انه التكامل بتاعنا بتاع الدالة اللي هي الدلتا اكس ماينس اي بالنسبة لدي اكس، من وين؟ ابتداء من سالب ما لا نهاية الى موجب ما لا نهاية، القيمة بتاعتنا بتاعت الدالة تساوي لي شنو؟ تساوي لي الواحد الصحيح. ومن المعادلة السابقة نستطيع انه نحسب، من المعادلة نستطيع انه نحسب، او من المعادلة بتاعت الدالة نفسها نستطيع انه نحسب التكامل، فبالتالي حيبقى التكامل عبارة عن تكامل محدود من سالب ما لا نهاية الى موجب ما لا نهاية بتاع f of x d او دلتا x minus a بالنسبة ل دي x، واللي هو ده حيساوي لنا f of a. f of a الكلام ده من وين؟ جبناه من المنحنى بتاعنا بتاع الدالة، جبناه من المنحنى بتاعنا بتاع الدالة. والدالة بتاع الديراك دي بتاخد اشكال وصور مختلفة، خلونا ان احنا نجيب فيها لحد هنا على اساس انه تبقى لنا الدالة بتاع الديراك، زي ما نحن قلنا ان هي عبارة عن تعبير للدوال المتصلة، هتبقى لنا هي مدخل للمحاضرة القادمة باعتبار او تحت عنوان ما نسميه بالتوزيعات الإحصائية. التوزيعات الإحصائية، والتوزيعات الإحصائية هي عبارة عن توزيعات مرتبطة بالدوال، هذه التوزيعات يا إما تكون توزيعات فيزيائية متصلة أو توزيعات متقطعة. هناخد بعض التلميحات أو التلميحات الإحصائية والرياضية على أساس إنه تسهل علينا التوزيعات الإحصائية، واللي هي نحن قلنا بصورة عامة. والتوزيعات الإحصائية دي بنقسمها ل قسمين، اللي هي التوزيعات الإحصائية المتقطعة، واللي هي دي فيها توزيع برونولي وتوزيع ذات الحدين، توزيع برونولي وتوزيع ذات الحدين، وتوزيع كذلك توزيع بوزون. فالثلاثة توزيعات دي هي عبارة عن ثلاثة توزيعات متقطعة. أما التوزيعات الإحصائية المتصلة والمستمرة اللي هي فيها توزيع جاما وتوزيع الطبيعي اللي هو توزيع جاوس، فدي حتكون دالة ديراك هي اتصال التوزيعات الإحصائية المتصلة، واللي هي توزيع الطبيعي توزيع جاوس وتوزيع جاما. أما
المنفصلة اللي هي توزيع ذات الحدين، توزيع بوزون، وتوزيع برونولي، على أساس إن احنا نفهم هذه التوزيعات سواء كانت منفصلة أو متقطعة، وكانت متصلة لابد إنه احنا نتناول بعض المفاهيم الإحصائية والرياضية كالانحرافات والتباين والقيم المتوسطة أو المتوقعة، قيم متوسطة أو المتوقعة. وده بيرجعنا لبداية محاضرتنا أو بداية كلامنا في المحاضرة الأولى اللي هو بتاع الاحتمالات. فإن شاء الله في المحاضرة الجاية نتناول جزئيات من هذه المواضيع، وإلى الملتقى إن شاء الله.